شيء لا يطاق، لا يطاق. فيروس كورونا يجعلنا نبقى في المنزل. حسن، أغلقوا القهاوي والمطاعم، وأنا لا أعرف سوى طبخ الإندومي، لا عيب في ذلك. لا نسلم عليكم. ماكو بوس، ماكو حضن، إلا وإن كنتم معقمين وتغسلون أيديكم بالماء والصابون وتلبسون الكمامات والكفوف وتسبحون 5 مرات في اليوم. يما طبون، يما حياخذوني يما. إنهم مصابون بالكورونا، خذوهم، خذوهم إلى الحجر الصحي. يا لقريش احذروا، الكورونا في كل مكان. إنها مصابة بالكورونا، ابتعدوا، خذوهم إلى الحجر الصحي. والحباس ما بيه، والحباس ما بيه، عوفني عليك الحباس.